السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بونتك. جيت لكم النهارده بالفيديو المنتظر، فيديو البث المباشر. ازاي نقدر نعمل بث مباشر بدون حقوق طبع ونشر؟ ازاي نقدر نعمل بث مباشر لمباريات كرة القدم بدون حقوق طبع ونشر؟ اتكلمنا في حلقتين قبل كده، في حلقة منهم عن ازاي نعمل مونتاج الاهداف بحيث ما يكونش فيها حقوق طبع ونشر، وهي الحلقة اللي قدامكم دي. واتكلمنا في حلقة تانية عن ازاي نقدر نكسب $100 في اقل من 5 ايام او في اقل من اسبوع، نقدر نحقق اكتر من $100 عن طريق البث المباشر اللي هنتعلمه النهارده، وعن طريق الاهداف اللي اتعلمناها قبل كده. تمام، يعني في استراتيجيه، في طريقه، في حلقه عن طريقه عمل مونتاج الاهداف، والنهارده هي حلقه عن طريقه عمل بث مباشر لمباريات كره القدم بحيث ما يجيلكش حقوق طبع ونشر. ملحوظه، لازم تشوف الحلقه اللي فاتت اللي هي الحلقه بتاعت $100 كل 5 ايام، اللي هي استغل الفرصه واربح $100. دي ضروريه جدا، لازم تشوفها. الناس اللي مش متابعه القناه لازم تشوف الحلقه دي، لان الحلقه دي انا قلت فيها الدوريات اللي تقدر تعمل فيها بث مباشر بدون حقوق طبع ونشر، او اللي حقوق طبع ونشر بتاعتها قليله جدا. فانت لازم تشوف الحلقه دي، ضروري جدا. تمام، تاني حاجه هي برضو حاجه مهمه جدا انك تعمل كده، بسيطه جدا بس، ولا اي حاجه، مش تاخد منك اي حاجه، وفي نفس الوقت انت بتدعمني، بتساعدني، وبتعمل حاجه كتير جدا، شكرا ليك. خلينا على طول قبل ما نبدا في محتوى البث او المحتوى اللي هنبدا فيه، خلينا نفتح صفحه اللايف عشان هنحتاجها دلوقتي. فنعمل كده كريت ستوديو. طبعا دي القناه دي انا عاملها كده بس عشان الحلقه، وطبعا دي محاولات فاشله كده، كنت بحاول اعمل بعض الحاجات كده. طيب نخش على اللايف ستريمينج على طول، تمام، ونسيبها مفتوحة كده عشان هنحتاجها دلوقتي. طيب طبعا هنستخدم النهاردة برنامج OBS. اللي ما يعرفش ايه هو برنامج OBS، اللي هو Open Broadcast Software، ده مهم جدا جدا جدا. ده الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعمل عنها بث مباشر في اليوتيوب. هو كذا برنامج تاني، لكن هو ده يعتبر افضل برنامج. طيب اول حاجة عشان تتخلص من 3/4 مشاكل الـ OBS، او يعني هنختصرها بـ OBS اللي هو البرنامج ده، اكتر المشاكل بتاعته هتخلصها كلها عن طريق الخطوه اللي لازم تعملها دلوقتي. بعد ما تحمل البرنامج من اسفل الفيديو، ضروري جدا تحمله من اللي هسيبه لك اسفل الفيديو. بسبب ايه؟ بسبب ان انا هسيب لك اسفل الفيديو دي نسخه قديمه. النسخه القديمه دي افضل من النسخه الجديده، لان النسخه الجديده معقده جدا وما لهاش شروحات على النت. النسخه القديمه لها شروحات كتيره جدا على النت، اي مشكله تواجهك هتلاقيه ليها حل على النت. اما المشكله بتاعت النسخه الجديده ما لهاش اي حلول. تمام، هتضغط هنا على الخصائص على هذا الكمبيوتر الشخصي او ماي كمبيوتر او ذيس بي سي على حسب. تمام، هتلاقي هنا نوع النظام، هتلاقي نظام التشغيل بتاعك يا اما 64 يا اما 32. لو 64 هتشغل نسخه الاو بي اس ال 64، لو ال 32 هتشغل نسخه الاو بي اس 32. هتخش هنا على الستارت بتاعت الويندوز بتاعك مهما كان بقى. تمام، هتخش هنا على جميع التطبيقات، هتلاقيه فوق هنا على طول مضاف حديث، لان هو هيبقى اخر برنامج انت سطبته. تمام، فهتلاقي هنا النسخه 32 النسخه 64. هتضغط على كليك شمال عن النسخه اللي انت بتاعتك، يعني نسخه 32 او 64، وتروح على المزيد، وبعد كده تروح على فتح موقع الملف. تمام، بعد ما عملنا ده كله، نسختك يا اما ويندوز بتاعك 32 يا اما 64. لو 32 تضغط كليك شمال على ال 32، لو 64 تضغط كليك شمال على 64. تضغط على 64 كليك شمال، لان نسخه 64. تضغط على الخصائص، الحركه دي اللي بتوع ويندوز 10 كلهم تقريبا. تمام، دي الحركه دي بتوع ويندوز 10، معرفش بقيه الويندوزات نفس الكلام ولا لا، ولكن حاول تطبق نفس الخطوات. طيب هتخش هنا، هتلاقي دي معمول عليها كده، هتعملها كده، وبعد كده هتلاقي دي ويندوز 8 هتعملها ويندوز 7. تمام، بس هو ده كل اللي عليك تعمله. بعد كده تعمل التطبيق، وبعد كده موافق، وتم كده كل شيء، وكده 3/4 مشاكل الاو بي اس اتحلت معاك في خطوه واحده. تمام، بس دي يعني خطوه مهمه جدا لازم تعملها. بعد كده نخش بقى على الاو بي اس عادي جدا. طبعا تخش على النسخه بتاعت الويندوز بتاعتك، نسخه ال 64، لان الويندوز بتاع 64، معلش انا بعيد دي اكتر من مره، لان دي مهمه جدا لاكتر من حاجه. اولا دي اللي بتتحكم في الاستريم بتاعك، البث المباشر اصلا لو من غير الحركه دي مش هيظهر معاك بث مباشر اصلا. تمام، فدي مهمه جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا بقى نبدا في الاعدادات. الموضوع مش سهل، الموضوع رخم جدا، فانت لازم تركز معايا في كل خطوه. طيب في بعض الاعدادات هنا، خلينا متفقين يعني على حاجه، يعني في بعض الاعدادات هنا بسيطه وملهاش اي لازمه. يعني في بعض الاعدادات انت هتمشي وراها كده وخلاص. في بعض الاعدادات بقى لازم تعملها على حسب كارت الشاشه بتاعك، هتعملها على حسب سرعه النت بتاعتك، هتعملها على حسب حاجات كتير. تمام، فانت لازم تركز معايا في النقطه دي. هنخش هنا على طول على الانكودنج ونشوف هنعمل ايه. دي بسيطه جدا، دي لازم تعملها زي ما انا عاملها كده. اول حاجه هنا تختار اول حاجه اللي هي اكس
264 لازم تختارها، ودي هتعمل هنا علامة صح وهنا علامة صح، برضو لازم تختار الاتنين دول. هنا الكواليتي دي ممكن انت تعملها كده وتعملها 10، ولكن انا بفضل انك تعملها 8 وتسيبها زي ما هي كده عادي جدا. تمام، دي الكواليتي بتتحكم في جودة الصورة لكن ملهاش لازمة كبيرة، 8 من 10 ما بتفرقش كتير. تمام، الماكس بيت ريت دي تسيبها 1000، لو انت هتعمل بث مباشر سيبها 1000، لو انت عايز تعمل ريكوردنج هنخش بقى في حوار ريكوردنج وكده. دي يعني اللي ما تعرفوش بعض الناس يعني ان الاو بي اس البرنامج اللي احنا فيه ده ممكن يعمل ريكوردنج وممكن يعمل ستريمينج. ستريمينج يعني بث مباشر، والريكوردنج يعني تسجيل زي كامتازيا، تسجيل زي اي برنامج بيسجل زي البند كام او اي حاجه. لو انت هتعمل ستريمينج، لو انت بس عايز تعمل بث مباشر هتعمل دي 1000. تمام، 1000 دي هتديك جوده 720 بي، لو انت عايز اكتر من كده تعملها 1500 1800 عشان توصل لجوده ال 1000 اللي هو ال 1080 بي اللي هو فول اتش دي يعني. تمام، عايز تعلي اكتر من كده طبعا دي مستحيل يعني انك تعلي اكتر من كده انك مش هتفيد حاجه. طيب يبقى ده تعملها 1000 او اعلى من كده لحد 1800 مثلا لحد ما توصل ل 1080 بي وتوقف لحد كده. طيب ده هتعملها اي سي سي، لو لقيتها ام بي 3 تخليها اي سي سي، الفورمات دي تخليها 48 كي اتش زد، ودي هتعملها 128 ودي ستيريو، دي حاجات كده زي ما هي. يبقى دي كده هتعملها زي ما انت شايف كده، وزي ما قلنا الحاجات دي تعملها على حسب ما انت عايز. الحاجة التانية، معلش انا بتكلم بسرعة ان الحاجات دي اصلا بسيطة وان شاء الله تبقى سهلة معاك. طيب الحاجة التانية برودكاست سيتنج، هنقول نعم تمام. طيب برودكاست سيتنج دي مفيش ابسط منها، لكن انت لازم تركز معايا في نقطة كده. طيب هنا انت تختار لايف ستريمينج، انت عايز تعمل لايف ستريم ولا عايز تعمل ريكوردنج الفايل اوت بوت اونلي، دي عن الريكوردنج، فانت هتقول له اعمل لايف ستريمينج. تمام، هنا بتختار النوع اللايف ستريمينج انت عايزه، ممكن تختار ديلي موشن لو عايز تعمل على ديلي موشن زي اليوتيوب، وهنا عندك اليوتيوب طبعا، عندك سايبر جيم، عندك هيز بوكس، عندك التويتش، عندك كاستم دي طبعا عشان لو عايز تعمل حاجه غير دول خالص، عندك اكتر من حاجه. انت طبعا احنا كلنا هنعمل يوتيوب، الناس اللي متابعه معايا هتعمل اليوتيوب كلها. هنا حاجه مهمه جدا طبعا، هتختار الباك اب ولا البرايمري؟ هتختار البرايمري. تمام، لو انت تعمل على يوتيوب عادي جدا ما تاخدش الباك اب خالص، تمام تختار البرايمري. طيب ايه ده بقى، ايه الكي، ايه المفتاح، ايه الحاجات الغريبه، ايه الباسورد ده دون؟ دي انت هتجيبها من القناه بتاعتك ازاي، هتنزل تحت كده تمام، هتلاقي الاستريم نيم او الاستريم كي، تمام هتضغط هنا وتاخد ده كوبي وتنقله، معلش اسف نرجع، تنقله هنا بيست بس. طيب ايه هو الشيء ده، يعني ايه ده اصلا، ده الرقم ده او المفتاح ده او الحروف الغريبة دي، لو حد خدها من القناة بتاعتك، لو حد خد الحاجات دي خدها كوبي وحطها في القناة بتاعته او حطها في البرنامج ده عنده هو، هيقدر يعمل بث مباشر من القناة بتاعتك مع انه اصلا مش معاه الباسورد بتاع القناة او ملوش اي تحكم في القناة، لا هيقدر يعمل بث مباشر من غير ما يتحكم في القناة. تمام، فانت اعرف اهمية الباسورد او الكي ده. تمام، فانا هوقف وهاخد انقله بس وبعد كده ارجع لكم مره ثانيه. تمام، بعد ما نقلناه هيبقى كده بالشكل ده. طيب خلينا نرجع كده لبعض الاعدادات الثانيه. هنا اوتو ريكونكت، يعني ايه؟ يعني لو النت فصل او حصل اي ريكونكت او حصل اي، قصدي ديسكونكت اللي هو يعني لو النت فصل تقدر تعمل ريكونكت عن طريق لو علمت الخيار ده ويعمل ريكونكت بعد 10 ثواني، بعد ما البث يقطع ب 10 ثواني هيبدا يعمل ريكونكت للانترنت مره ثانيه، شوف الانترنت لو كان جه هيقدر يرجع البث مباشر مره ثانيه، ما جاش هيقدر يعمل ريكونكت كل 10 ثواني. تمام، لحد ما الانترنت يجي يعني. طيب الديلي، طيب دي حاجه مهمه جدا يا شباب، الناس اللي عندها الانترنت ضعيف، تمام الناس عندها انترنت ضعيف هتخلي دي مثلا 10 ثواني او 20 ثانيه. يعني ايه؟ يعني بيجيب لك البث المباشر بتاعك متاخر 10 ثواني او 20 ثانيه. تمام، ليه بيجيبه لك متاخر؟ عشان يقدر يجيب لك الصوره بدون تقطيع. تمام شباب، عشان يقدر يجيب لك الصوره بدون تقطيع لازم تعمل الديلي ده 10 ثواني او 20 ثانيه. طيب حلو جدا يا شباب، يبقى انت لو النت عندك ضعيف هتعملها الديلي ده 20 ثانيه، لو النت بتاعك 1 ميجا هتعملها 20 ثانيه، انا 1 ميجا هعملها 20 ثانيه، اقل من اكتر من 1 ميجا 2 ميجا 3 ميجا 2 ميجا 4 ميجا هتعملها 10 ثواني او ممكن تعملها صفر براحتك. فانت عايز تعمل 10 ثواني اعملها، عايز تعمل 20 ثانيه اعملها 20 ثانيه، كل ده بيعتمد على سرعه النت بتاعتك بس. لكن انا بفضل انك تعملها 15 ثانيه 10 ثواني على حسب مهما كانت سرعه النت عندك، لازم تبقى في ديلي كده بعض الثواني عشان برده ما تقطعش معاك. طبعا الناس كلها عارفه ان الفيديو ده هيبقى طويل جدا، تمام، فياريت بس محدش يزهق من الكلام، لكن الكلام ده والله ده مهم جدا ومبني على خبرات كتيره جدا خدتها من البرنامج ده، تعبت جدا وانا اصلا بجمع معلومات عن البرنامج ده لان كنت بشتغل فيه قبل كده وبعد كده سبته فتره طويله يعني. طيب بقيه الاعدادات دي تسيبها زي ما هي لانها دي الاعدادات دي تبع الريكوردنج، تمام دي الاعدادات الريكوردنج تسيبها زي ما هي. طيب كده خلاص، اللي يهمنا دي اللي كل 10 ثواني واللي يهمنا بتاعت ال 20 ثانيه، وطبعا دي يهمنا الكي بتاعك بتاع القناه بتاعتك. نخش على فيديو.
حاجة مهمة جدا جدا جدا. طبعا هنا هو بيختار الكارت الشاشة اللي هيشتغل عليه، اختار انفيديا او الانتل، طبعا انت بتفضل تختار انفيديا. طيب هنا الريزولوشن، عايز الريزولوشن بتاع الفيديو بتاعك يبقى عامل ايه؟ 1280 في 27 لو عايز الفيديو بتاعك يبقى 27 بي، 1980 في 1080 لو عايز الفيديو بتاعك يبقى 1080 بي، اكتر من كده بلاش عشان اصلا محدش يشوف فيديو لجودة 4K. تمام، فالافضل انك تعملها زي ما انا عاملها كده 1280 في 720، دي ممتازة جدا ولجميع سرعات الانترنت. تاني حاجة دي اول ما انت بتعلم على دول كده هتظهر لك الخيار الاولاني ده، تختاره على طول. هنا تختار 30 اف بي اس، محدش يتذاكى ويجيب 60 اف بي اس، لا اختار 30 اف بي اس. طيب دي هتعملها زي ما انا عاملها كده لكل سرعات الانترنت. الاوديو هتعمل هنا عند الميكروفون هتقول له ديسيبل. تمام، طبعا احنا بنتكلم على الناس اللي هتعمل بث مباشر لكره القدم، اما لو هتعمل بث مباشر للقناه العاديه جدا بث مباشر عادي فانت ممكن تعدل في دي وتختار الميكروفون اللي انت هتستخدمه. تمام، لكن هنا دي لازم تختار ديسيبل لو انت طبعا هتعمل بث مباشر عن لمباراه كره القدم عشان انت مش عايز صوتك يطلع والماتش شغال يعني. طبعا دي هتعملها ديفولت عشان تشغل الصوت بتاع الماتش اللي شغال. طيب جميل جدا، وبقيه الحاجات دي هتسيبها زي ما هي. تمام، بقيه الحاجات دي زي ما هي 201.1.0 زي ما هي. الهوت كيز دي سيبها برده زي ما هي. الادفانسد دي ركز معايا جدا، الادفانسد دي اول حاجه تعملها هاي، دي هتعملها 700، دي هتعملها فيري فاست هاي 2، ودي طبعا دي كل ده هتعلم عليه علامه صح. ما اعتقدش ان هتلاقي كله اصلا متعلم زي ما انا معلم كده، مش هتحتاج تغير في حاجه. هنا هتعملها دي 0 وهنا دي 20. هتقول لي ليه؟ هقول لك دي الهاي دي بتاعت اللي هو مثلا ممكن تعمل دي كليك شمال لو مثلا تجيب المدير المهام. تمام شباب ركز معايا كده، هتجيب مدير المهام، بعد كده هتجيب الاو بي اس، الاو بي اس ده، وتجيب الفتح الانتقال للتفاصيل، وتروح على الاو بي اس دي وتقول تعيين افضليه وتعملها عالي. هو هنا بيعينها لك على عالي بدون ما انت تعمل كل الكلام ده. تمام، اول ما تبدا الاستريم او البث المباشر بيعلمها لك على عالي. تمام، من غير ما تعمل كل ده، ودي هتعملها 700 ودي الاو، وطبعا زي ما قلنا تعمل كل الحاجات دي كده. تمام، بعد كده تقول له اوكي. طيب حلو جدا يا شباب، كده احنا عملنا كل الاعدادات بتاعت البث المباشر. اتمنى يا شباب لو مش فاهم حاجه من اللي انا قلته او في حاجه وقعت سقطت منك يعني وانا بشرح الموضوع ممكن تكتبها لي في الكومنتات وهرد عليها، هحاول ارد على كل الكومنتات اللي هتكتب لان انا عارف الموضوع ده معقد وموضوع رخم جدا، انا عارف لانه كان فعلا معلق معايا بشكل كبير جدا في البدايات، ولكن بعد كده فهمت الموضوع يعني والحمد لله اشتغل معاه كويس. طيب هنعمل هنا مشهد، هتروح هنا يعني لو لقيت دي كده مفيش مشاهد او حاجه يعني مثلا نعملها ريموف. تمام، هتروح عند على المشهد تعمل اد سين اللي هو مشهد، تقول له اوكي. بعد كده هنا تعمل اد وتقول له ويندوز ولا مونيتور ولا فيديو ولا جيم ولا ايه. تعال نفهم كده ايه الموضوع ده. ويندوز ده لو انت عاوز تجيب مثلا عايز اجيب الصفحه اللي قدامي دي صفحه اللايف داشبورد، عايز اجيب الصفحه دي كده هتختار ويندوز. عايز تجيب الشاشه كامله هتختار المونيتور. الشاشه كامله يعني ايه؟ الشاشه اللي قدامك دي، ولو اتحركت بالشاشه وجبت حاجه تانية هتيجي الحاجه التانية انت بتجيبها، اما لو اخترت ويندوز دي هتجيب الحاجه دي ومش هتغيرها. طبعا دي اللي هنستخدمها لما نجيب مباريات كره القدم، ان انت هتجيب دي تجيبها على البث المباشر ومهما جبت حاجات تانية هي هتفضل شغاله مع البث المباشر مش هتتحرك. تمام يا شباب. الايميج دي طبعا لو عايز تضيف اي صوره للشاشه عندك، لو عايز تضيف اي صوره انت عايزها هنا، طبعا دي لو عايز تجيب الصوره من حاجه تانية، المهم يعني في حاجات كتيره جدا، دي لو عايز تضيف كلمه، حاجات كتير يا شباب. تمام، هنا لو عايز تضيف فيديو، وهنا طبعا لو عايز تضيف لعبه، لو عايز تلعب يعني عايز تشغل بث مباشر للعبه بتاعتك مثلا، تشغل لعبه كوره مثلا وتعملها بث مباشر على القناه بتاعتك. تمام، الموضوع ده سهل جدا، ممكن لو حبيت ان احنا نشرحه في يوم يعني ممكن تكتب لي اسفل فيديو لو عايز تعمل بث مباشر للالعاب. اما حاله النهارده عن طريق عمل بث مباشر لمباريات كره القدم. طيب خلينا نكمل كده، مثلا احنا عايزين نعمل بث مباشر للشاشه. طيب ازاي نعمل بث مباشر للشاشه؟ تعمل اد وتعمل مونيتور وتقول له اوكي. تمام، هيقول لك عندك كام شاشه، يعني هي شاشه واحده فتقول له اوكي بس. تمام يا شباب، تمام. هتقول هنا بريفيو، طبعا مش هتضغط ستارت ستريم عشان لو ضغطت ستارت هيبدا الستريم بتاع هنا. تمام، لكن انت بدل ما تضغط ستارت طالما انا يعني مش هعمل ستريم فاضغط بريفيو ستريم، هيظهر معاك بالشكل ده. طبعا ما تتطرفش من الشاشه دي لان الشاشه دي بتظهر لما انت تعمل المونيتور كابتشر، لكن لما تحب انك تعمل شاشه كامله اللي هي الشاشه بتاعت الويندوز يعني اللي هو الشاشه بتاعت الستريم العادي اللي هو لو عايز تعمل ستريم للشاشه دي بس من غير ما تسال الكلام ده كله، فانت تعمل الويندوز اللي هي دي وبتختار يعني بتضغط اوكي كده
وبتختار اللايف داشبورد اللي هي الصفحة اللي قدامنا دي، تضغط اوكي وبتظهر معاك. تمام دلوقتي عشان احنا مش ضاغطين على ستارت ستريم. طيب خلينا نكمل كده مع بعض بقى كده احنا تمام معانا ازاي نقدر نعمل بث مباشر بكل سهوله. طيب يا شباب، لو كان في مباراه كره القدم شغاله دلوقتي او في ماتش يعني شغال، كان زماني قلت لك ازاي تقطع حوطه والنشر، ولكن برضو مش هفوتها وهقول لك ازاي تقطع حوطه والنشر بكل سهوله. طيب كل اللي عليك ان اللي هتعمله كله، طبعا انت اول حاجه هتستخدم الدوريات والبطولات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو اللي فات. تمام ضروري ترجع تشوف الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يرجع يشوفه، ان ده اللي هيفرق معاك بشكل كبير جدا، لان مش واحد يجي يعمل بث مباشر لبطوله زي دوري ابطال اوروبا ويجي له مخالفه تقفل له القناه ويقول لي انت السبب. تمام بعد ما يجمع عدد كبير من المشتركين ويجي له مخالفه ويقول لي انت السبب. فانا بقول لك لازم تركز قوي في الموضوع ده وتشوف الدوريات اللي هتشتغل فيها بالظبط. طيب كده مثلا ده الدوري بتاعنا، هتضغط على ايديت سين بالشكل ده كده يا شباب، هيبدا يظهر معاك المستطيل الاحمر ده، هتبدا تحدد كده، وانت بتحدد اضغط على كلمة شيفت. تمام شيفت ضغطة كده، اللوجو بتاع القناة وليكن هو هنا، اللوجو بتاع القناة هو هنا في المربع ده كده. تمام وليكن هو اللوجو ده هنا كده، هتقوم واخد ضغط على شيفت كده وشادد ده لفوق. تمام ضغط كده وشادد ده لفوق لحد ما يروح اللوجو بتاع القناة، وهيبدأ يشتغل معاك البث بالشكل ده كده بدون لوجو بتاع القناه. طريقه بسيطه جدا 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 وشغاله 100%، ولكن مع الدوريات اللي انا قلت عليها برضو. تمام يا شباب، مع الدوريات اللي انا قلت عليها في الفيديو اللي فات عشان الناس ما تتلخبطش. طريقه واضحه، طريقه بسيطه، طريقه سهله جدا، شغاله 100%. مش عايز الناس تجي اسفل الفيديو تقول الطريقه مش شغاله، طريقه فاشله، مش ناجحه، مش عارف ايه، الكلام ده كله بسيط جدا وسهل وطريقه شغاله 100%. بعد كده اضغط على ستوب ستريم، يعني لما تعمل ستريم اضغط على ستوب ستريم عشان توقف الستريم. هنا ضغطنا على ستوب عشان اوقف ايبريفيو، وبكده تكون كل حاجه في البرنامج الاو بي اس او الاوبن برودكاست سوفت وير انتهت معانا النهارده. عرفنا ازاي نعمل بث مباشر، عرفنا ازاي كل حاجه. عايز تعرف الاعدادات بتاعت البث مباشر، كل الاعدادات تقدر تعدلها عن طريق هنا، ممكن تغير طبعا العنوان، وهنا ممكن تغير الوصف وتغير التخصص، وهنا تغير الفيديو اللي تعمله بابليك، تعمله اي حاجه. هنا طبعا الشات اللي بيشتغل، عايز توقف الشات بتضغط هنا، وبعد كده تعمل ديسيبل، يعني تشيل دي يعمل ديسيبل. موضوع سهل جدا وبسيط في كل حاجه في اللايف ده. اتمنى بس يا شباب ان انا ما اكونش قصرت معاكم في اي حاجه في الفيديو ده. انا شرحت كل حاجه عن البرنامج ده، كل حاجه عرفتها عن البرنامج ده قلتها لك في الفيديو ده، شاركت معاك التجربه الكامله اللي انا يعني قعدت 4 ساعات لحد ما فهمت البرنامج وفهمت كل حاجه عن البرنامج ده، وشاركتها معاك كلها في اكتر من ربع ساعه، او ان شاء الله ما تكونش اكتر من ربع ساعه، هحاول كده اختصرها لك في ربع ساعه ان شاء الله. وبس كده، دي كانت كل حاجه عايز اقولها لك في الفيديو ده. اتمنى الفيديو عجبك، لايك الفيديو، سبسكرايب القناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو. ازاي ممكن تعمل سبسكرايب القناه؟ عن طريق بس تضغط على الدوريه الحمراء اللي اسفل الفيديو، او تضغط الدوريه الحمراء اللي تظهر قدامك اللي فيها لوجو القناه دي، اضغط عليها بس، وبعد كده اضغط على كلمه سبسكرايب، هتعمل سبسكرايب القناه، ودي حاجه جميله جدا هتساعدك وهتساعدني ان شاء الله، وهتستفيد منها وان شاء الله انا استفيد منها. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك مره ثانيه، شكرا شفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Call.